أعزائي طلاب وطالبات سنة تانية إعدادي، ألتقي بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة دروس بلاش. النهاردة إن شاء الله شرح وحل كتاب جيم 2025 Unit 3 Lessons 5 and 6 Great Jobs، أعمال رائعة. في أول تعليق أسفل الفيديو هتلاقي أكثر من رابط، في رابط هيوصلك لقائمة تشغيل أو بلاي ليست هيكون فيها شرح وحل تدريبات كتاب الأضواء. لغاية دلوقتي في 13 فيديو، كمان في رابط يوصلك او قائمة تشغيل شرح وحل تدريبات كتاب المعاصر، برضو نفس الكلام شرح نفس الدروس في 14 فيديو. كمان في قائمة تشغيل او بلاي ليست هيوصلك لفيديوهات خاصة ب how to write a paragraph, how to write a review, how to write a biography and how to write an email. طبعا الكلام ده في 42 فيديو، بالإضافة إلى رابط يوصلك لقائمة تشغيل أو بلاي ليست يكون فيها كل ما يخص مدرسة أو مدارس الأزهر الشريف. بداية من بيج 117، من صفحة 117 لغاية صفحة 125 هنقرأ كل الكلمات، جميع الكلمات الخاصة بالدرسين الخامس والسادس، وهنقرأ جزئية ريدنج وحل جميع التدريبات. عندي هنا vocabulary، عندي هنا مفردات او كي vocabulary المفردات الرئيسيه. طبعا معروف في الفيديوهات بتاعتنا بقرا لك الكلمه مره او اتنين وممكن لو تلاته لو ما فيش مشكله، لو كلمه صعبه شويه، وبعدين هنشوف ايه جزئيه الريدنج وبعد كده ايه جزئيه الايه التدريبات المختلفه. confuse confuse difference difference خلي بالك يعني اختلاف او خلاف. education education firefighter firefighter heroic heroic nursing manager nursing manager مدير او مديرة التمريض. organization organization خلي بالك organization يعني منظمة، لو كانت هنا بالاس تبقى British English ولو كانت بالزد يبقى ايه American ايه English. organization painting painting rubbish collector rubbish collector society society statue statue street cleaner street cleaner العامل نظافة الشارع. بعد كده عندي additional vocabulary، عندي building يعني مبنى، عندي discussion discussion يعني مناقشة وجاي من الفعل discuss discuss يعني مناقش. بعد كده عندي explain يعني يشرح أو يفسر، عندي reason يعني سبب أو مبرر. بعد كده عندي language expressions اللي هي التعبيرات اللغوية، عندي collect ممكن يجي بعدها أو المرتبطة الكلمة الخاصة بالدرس يعني collect rubbish يعني يجمع القمامة، عندي give information about something يعني يعطي معلومات خاصة بحاجة معينة، عندي make to make a poster يعني يعد ملصقا إعلانيا، وبعد كده عندي put first يعني يضع في المقام الأول، هنشوفها كويس جدا في جزئية الايه reading. بعد كده عندي words and the opposites الكلمات والعكس بتاعها، عندي ال word عندي ال opposite اللي هو ال antonym اللي هو العكس يعني، عندي continue عندنا هنا زي go on هنا خلي بالك، وعكسها stop عكسها ايه stop، modern عكسها old. بعد كده عندي scared scared of يعني خائف من او مرعوب من عكسها brave. بعد كده عندي useful for الحاجة دي مفيدة له، طبعا ممكن تكون ضارة يبقى ايه harmful. بعد كده عندي checkpoint عندي اربع جمل وهنا عندي خمس كلمات، عندي buildings يعني مباني، give يعني يعطي، paintings يعني لوحات او تلوين يعني، harmful يعني مؤذي، و society يعني مجتمع. نحل مع بعض على طول. هنا number one teachers space information to help students learn new things at school، يعني المدرسين بيعطوا ايه بيعطوا give information يعطوا معلومات ليه عشان يساعدوا الطلبة يتعلموا اشياء جديدة فين في المدرسة. بعد كده عندي number two hospitals are space where doctors and nurses help people feel better، يعني الهوسبيتالز دي ايه اماكن او مباني our buildings اللي حيث الدكاترة او الاطباء والممرضين والممرضات يساعدون الايه الناس لكي يتحسنون يعني. بعد كده عندي number three sometimes space tells stories or show how someone is feeling، احيانا تكون الرسومات او الالوان او التلوين يعني بيقول يحكي قصص او بيبين كيف يشعر الايه شخص ما. بعد كده عندي number four عادل gave وليد some useful information، عادل اعطى
أو أعطى عادل الوليد بعض المعلومات المفيدة. The antonym of useful is، خلي بالك كلمة antonym مش زي synonym. antonym العكس، يبقى عكس كلمة useful هي كلمة إيه؟ harmful. يبقى the antonym of useful is إيه؟ harmful. إحنا لسه يا أبطال عندنا لسه الكلام ده في page 117. ندخل 118، عندي vocabulary builder، عندي words and the synonyms. synonyms اللي هو المرادفات، عندي ال word وال synonym. ال synonym اللي هو ال meaning كمان، عندي scared مرعوب أو خائف زيها زي afraid، بس هي اختلاف درجات، بس يعني اختلاف درجات في الخوف. بعد كده عندي useful، حاجة دي مفيدة زيها زي helpful. بعد كده عندي الجزئية suffix اللي هي اللاحقة، وطبعا عارفين حبايبي اللي هو اللاحقة بيكون حرف أو اتنين أو أكثر بتلحق أو يلحق بالكلمة. خلي بالك، ما عشان كده اسمها لاحقة، اسمها suffix، وتعطي وظيفة جديدة للكلمة. يعني عندك مثلا clean، clean يعني نظف، دي خلي بالك دي verb في ال parts of speech، ده يعتبر verb. أضفت الـ ER بقت تحولت الفعل لاسم فعل، الشخص الذي يقوم بهذا الفعل. عندي clean بقت cleaner، cleaner بقت noun عامل نظافة. عندي hero يعني بطل، خلي بالك دي noun برضو. أضفت I see، خلي بالك تحويل الاسم إلى صفة، بدل كلمة hero اللي هو البطل بقت heroic عمل إيه أو إيه بطولي. بعد كده نيجي للجزئية الجميلة جدا، عند reading and listening skills اللي هي مهارات القراءة والاستماع. عندي هنا pre-listening question، في سؤال كده يتبادر لذهنك: tell us about a person you respect the most، قول لنا عن الشخص اللي انت بتحترمه اكثر، او اكثر الشخصيات انك بتحترمها او في حياتك يعني. طبعا الكلام ده عندنا في كتاب المدرسة SB page 28 29، صفحة 29. Listen to two people having a class discussion. Tick the correct topic. خلينا احنا في الموضوع نفسه. منى بتتكلم مع هدى، منى بتقول لها What is a hero؟ هدى يعني كلمة هيرو ده في نظرك، كلمة هيرو ده مين؟ ده مين الشخص اللي هو نطلق عليه هيرو؟ فهدى بتقول لها I think a hero is someone who is very brave. يعني الشخص اللي بطل ده اللي هو في رأيها هي الشخص الذي الشجاع، يكون شجاع يعني شجاع جدا. فطبعا منى مش مستوعبه الموضوع، what do you mean؟ طب انت قصدك ايه بشجاع دي؟ فهدى بترد عليه بتقول I mean a hero is not scared of anything. يعني انا في رأيي او اعني او اقصد البطل ده لا مش خايف من اي حاجه. بعد كده منى بتقول I think a hero is someone who is scared but is still tries his or her best. خلي بالك someone هنا تبقى كانها his، كانها هي اور شي، خلي بالك بديل ليها. انا اعتقد الهيرو شخص او شخصيه اللي هو بيكون خايف ولكن ما زال يحاول ايه يعني يبذل قصارى جهده. طبعا هدى بتقول لها I'm not sure what you mean، مش متاكده من اللي انت بتقوليه. فمنى بترجع بتكلمها بتقول لها in other words، in other words بشكل اخر يعني، بوضح لك بشكل تاني، they often do difficult or dangerous things. يعني بيؤدوا او يفعلون اشياء صعبه او اشياء خطيره. هدى بتقول لها it's also about putting other people first. خلي بالك it is also about putting other people first، اللي هو نضع الناس الاخرين في اعتبارنا. يعني انت ما يهمكش مصلحتك انت، ولكن يعني تخلي مصلحه الاخرين اولا. بعد كده منى بتقول لها sorry I don't understand، وهي في منى مش فاهم حاجات كتير صراحه يعني. هدى بتقول لها I mean a hero helps other people، البطل هو من يساعد الاخرين او من يساعد الناس الاخرين. بطل يعني انت بتساعد الاخر، مش شرط موضوع بريف ده، خلي بالك ممكن واحد يكون مش بريف بس بيقدم عمل بيبقى عمل بطولي. بعد كده منى قالت لها yes I agree، الحمد لله على اخر الكلام قالت لها ايه yes ايه yes I agree. نيجي بعد كده عند pre-reading question، عندي who is your hero؟ who is your hero؟ ده الكلام ده page 119. عندك هنا البطل، read the article who is the writer's hero and why؟ الكاتب اللي كاتب لنا الحاجة دي ما رأيه أو في رأيه هو مين البطل في حياتك؟ قد يكون your mother، قد يكون your father، قد يكون your uncle، your sister، يعني أيا كان. شوف انت مين البطل
او البطل في حياتك، ممكن يكون جده، ممكن تكون تيتا، وهكذا. anyway my heroic mother، خلي بالك دي هيتكلم عن الام بقى. today my mother is an important nurse Mrs. كريمه محمد، but I know that her life used to be difficult. يعني النهارده والدتي امي ممرضه مهمه جدا السيده كريمه محمد، ولكن انا عارف ان حياتها كانت اعتادت ان تكون صعبه، ولكن الحمد لله دلوقتي بقت سهله. خلي بالك قد نقاط يستو قبل كده. She started to be a nurse at the faculty of nursing in عين شمس university and used to work as a nurse too sometimes at night to learn all she could. خلي بالك دي كل دي جمله دي حلو كلام، يعني بيقول لك ان هي درست عشان تبقى ممرضه في كليه التمريض في عين شمس، جامعه عين شمس، اتعودت ان هو تشتغل كممرضه برضو واحيانا بالليل علشان تتعلم، يعني بعض الدور بتتعلم all she could على قد ما قدرت يعني. she then got a job at a big hospital in Cairo. بعد كده يعني حصلت على وظيفه في مستشفى كبيره في القاهره. She continued to work hard but did not stop her studies and soon she became one of the most important nurses in Cairo. يعني هو بيقول لك استمرت انك تشتغل بجد وهي ما بطلتش دراسه، خلي بالك يعني هي بتشتغل صباحا وتدرس مساء مثلا، ويعني بعد وقت قريب هي اصبحت واحده من اهم الممرضات في القاهره. Now الان she works in a big hospital in Cairo، بتعمل في مستشفى كبيرة في القاهرة. In 2020 في 2020 many people became ill and she worked every day for many weeks. خلي بالك الجزئية الخاصة دي بكورونا فيروس، لو تفتكر كوفيد 2019 ناس كتير كانوا يعني مرضوا وهي ساعدتهم، كانت بتشتغل ليل نهار يعني كل يوم لأسابيع كثيرة. It was difficult، كان الأمر صعبا، but heroic work، ولكن عمل بطولي. Because ليه؟ Because most of them got better، لأن معظمهم تحسن، يعني بفضل مجهودها وتعبها معاهم هي صحتها تحسنت. طبعا نقدر نقول عليها إيه العمل ده heroic work. She is also a nursing manager، وهي برضو يعتبر عايز أقول لك هي مديرة قسم التمريض. And she helps to teach younger nurses، يعني هي بتساعد برضو انها بتعلم الممرضات اللي هو الناشئ الشابات اللي الصغيرين والجداد، يعني عشان هي قديمه وخبره بقى. I think she is a hero because she studied and worked very hard to get an important job and now she helps people every day. يعني انا اعتقد ان هي بطله. ليه؟ لانها كانت بتدرس، درست وكانت بتشتغل برضو كتير جدا علشان تحصل على وظيفة مهمة، ودلوقتي هي بتساعد الناس كل يوم. She always tells me that education is very important، يعني هي دايما بتقول لي التعليم مهم جدا. And that is if I work hard، وكده لو أنا بشتغل بجد I can do anything، أنا أستطيع أن أفعل أي شيء. بعد مرور 13 دقيقة ونص تقريبا نيجي بعد كده عندي براكتس. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number one، You should tell me the space for coming late. يجب عليك انك تقول لي ايه اكيد سبب التاخير. Idea, reason, thought, wrong. طبعا هنا عند reason و reason يجي بعدها for، خلي بالكم. و cause بيجي بعدها of. و reason سبب معنوي و cause سبب مادي. Idea يعني فكره، thought يعني اعتقاد او فكره، تفكير يعني. عند wrong خطا. بعد كده عندي number two، We help each other and work together to make things better in our space. يعني احنا بنساعد بعضنا ونشتغل مع بعض علشان نجعل الاشياء افضل في ايه اكيد في مجتمعنا. يبقى هنا in a in our society not mind desert or rubbish، عندنا هنا ايه society. معك number three، mothers always space their family first. خلي بالك الامهات دائما يضعوا العائلة اولا في المقام الاول. get do collect put، طبعا ايه خدناها ايه to put others first، يضع الناس ايه تولي اهتماما بيهم اكتر منك.
Number four, let's have an a or a space about what game we want to play together. يعني خلينا كده نتناقش مع بعض ايه اللعبة اللي احنا ممكن نريد ان نلعبها سويا. يبقى let's have a discussion. Discussion يعني مناقشة. Organization منظمة. Difference يعني اختلاف او خلاف. Collector يعني جامع او rubbish collector احنا كنا بقول عليه جامع القمامة. بقى عندنا number five. Space are the people who help stop fires and keep us safe. الناس اللي هم بيمنعوا الحرائق ويحافظوا علينا يعني آمنين. عندك children لا عندك firefighters المكافح النيران دول خلي بالك. عندك collectors لا طبعا عندك nurses لا. بعد كده number six, I help to space rubbish every day to keep our area clean. أنا بساعد إن أنا إيه continue, confuse, explain, collect. طبعا انت بتساعد انك بتجمع او تجمع القمامة كل يوم لتحافظ على نظافة المكان والمنطقة. Number seven, finding the space between the two pictures is a fun game. خلي بالك انك تلاقي الاختلافات بين الصورتين ده حاجة او لعبة كويسة. لما بيكون احيانا في صورة هنا picture A picture B بيكونوا قريبين من بعض شوية بس في بعض الاختلافات. كنا زمان يقول لك طلع سبع اختلافات خمس اختلافات. يبقى هنا finding the differences. Differences يعني الايه الاختلافات. نكمل هذه الجزئية نفس الصفحة. 8. The exam was not easy. الامتحان ما كانش سهل. Many questions space for me. يبقى اكيد في اسئلة يعني كتير عطلتني او اربكتني. عندك هنا عندك هنا continued, confused والاجابه الصحيحه. عندي explained, عندي gave. explained وضحها, عندي gave اعطى, عندك continued يعني استمر. طبعا هنا confused me يعني حيرتني او ربكتني. Number 9, the little girl is scared space dogs from of with at. طبعا scared بتبقى مطبوعه دايما ايه scared ايه scared of يعني خايفه من او مرعوبه من. بعد كده number 10, we saw many space in the museum last week. ايه الحاجات اللي ممكن تكون شفتها في المتحف الاسبوع الماضي. status وهي الاجابه الصحيحه. عندي status. status يعني حاله زي الواتساب status كده او الفيسبوك status. عندنا stations يعني محطات. عندي stars يعني نجوم. number 11, the nursing space always guides the nurses to in helping patients feel better. يعني عندك النيرسينج ايه النيرسينج مانجر ومديرة التمريض او كبيرة الممرضات مثلا دايما بترشد النيرسز الممرضات الصغيرات يعني في مساعدة او تقول لهم ازاي يهتموا بالبيشنس انه يتحسنوا ايه يكونون بشكل ايه افضل. 12, people who collect rubbish are called rubbish. طبعا اعتقد دي سهله يعني دي من اسمها اصلا هنا to collect rubbish يبقى اكيد rubbish collectors. rubbish ايه rubbish collectors اللي هو ايه الجامعي الايه القمامه. يبقى people who collect rubbish are called rubbish collectors. بعد كده number 13, my friend عمر ماله. the rules of the game for the new players. يبقى عمر اكيد صديق عمر يعني عايز يقول لك هو وضح القواعد اللعبة دي للعيبة ايه اللاعبين الجدد. طبعا عندي made, taught, explained. طبعا explained دي الاجابة صحيحة. بعد كده عندي number 14, eating vegetables is useful space keeping our bodies healthy and strong. يعني تناول الخضروات مفيد ليه يعني useful for keeping our bodies للحفاظ على اجسامنا صحية وقوية. بعد كده عندي 15, doctors and nurses are doing space work. طبعا الأطباء والممرضين والممرضات خلي بالك بيعملوا عمل بطولي. stupid, heroic, simple, terrible. طبعا terrible يعني فظيع, simple يعني بسيط. عندك stupid يعني غبي. طبعا الإجابة الصحيحة هي heroic. خلي بالك الكلام ده page 120. نيجي بعد كده الصفحة اللي بعدها عندي جزئية السكيلز المهارات. عندي جزئية السبيكينج. السبيكينج هنا عندي checking understanding انك بتتأكد من فهم حاجة معينة. واحد بيقول لك حاجة معينة بس انت مش فاهم فانت بتطلب منه التوضيح برضو يوضح لك تحس انه برضك انت مش فاهم يعني كده. نشوف احنا نعملها ازاي عشان الجزئية دي هتساعدك في حل الديالوج. خلي بالك الديالوج في نفس الصفحة page 121.
هنا عندي asking for clarification، بتطلب توضيح أمر ما. حلو الكلام. وهنا التأكد من الفهم اللي هي clarification نفسها. يعني مثلا واحد يقول لك ايه what do you mean، ماذا تعني، ماذا تقصد، فالطرف الآخر يقول لك I mean، ويتكلم على حسب الموضوع. وممكن تقول انت مثلا I'm not sure what you mean، مش متأكد من اللي انت بتقوله، فعايز يقول لك طب، والطرف الآخر يقول لك طب انا هقولها لك بشكل تاني، in other words، بمعنى آخر. طيب لما انت بتطلب التوضيح خلي بالك قد يتفق عليه او قد لا يوافق. عندك عند الاتفاق مع شخص في الكلام بتقول ايه yes I agree. طالما انت خلي بالك لو انت وافقت بتقول yes I agree، لو انت ما وافقتش بتقول ايه I don't agree. او خلي بالك شيء اخر، ممكن that's true or yes that's true، هذا حقيقي. ولو انت الحاجة دي مش متفق عليها او مش متأكد منها فبتقول I'm not sure about that، I'm not sure about ايه about that. خلي بالك الديالوج ده يعتبر يعني اللي بيقرا جزئيه السبيكنج اللي هو تشيكنج اندرستاندنج اعتقد يحل دي كويس جدا. طبعا الديالوجز في القناه كتير كتير كتير، يعني مش عايز اقول لك كام فيديو. يعني هنا طبعا عندنا اكسشينجز، عندنا نجوى اند نورا ار توكينج اباوت هيروز. خلي بالك يبقى نجوى ونورا بتتحدثان عن الابطال. خلي بالك لازم الديالوج لازم يكون 10 exchanges، عندنا 2 4 6 8 10 يا ابطال، لازم يكون 10 exchanges، ولازم يكون 5 gaps. 5 gaps يعني خمس فراغات، عندنا هنا نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5، ولازم الجابس دي يكون فيها 2 اسئله زي نمبر 1 ونمبر 5، وعندنا جزئيه الاجابات زي نمبر 2 3 اند 4. طبعا في الفيديوهات المنفصله احنا بنقرا بالراحه ونقرا كله من غير حل، وبعدين نشوف مين بيكلم مين وبيدردشوا في ايه والتنس اللي بيتكلموا عنه وهكذا. لكن احنا دلوقتي خلاص، احنا ده الفيديو كام، رقم كام ده 13 مثلا، واحنا في الغالب كده كل فيديو فيه 2 اور مور، يعني ممكن يكون 1 اور 2 دايالوجز. طيب عندي نجوى ارنو اند نورا ار توكينج اباوت هيروز، نجوى ونورا يتحدثان عن الابطال. نجوى بتقول لها Do you want to be a superhero one day؟ انت تحب تقول تكوني بطلة خارقة في يوم من الأيام؟ حلو كلام؟ فطبعا صاحبتنا نورة دي مش فاهمة أو مش عارفة، مش عارفة قصدها إيه، فممكن تقول لها What do you mean؟ What do you mean؟ خلي بالك ده سؤال، السؤال هيكون باللون أحمر والإجابات باللون أزرق. فنجوى بتقول لها I mean، أنا قصدي يعني someone who saves others from dangers danger، يعني الشخص ما يحافظ او ينقذ الاخرين من الخطر. عندي نورة طبعا هي برضو ما زالت مش فاهمة، فبتقول لها sorry I don't understand، can you explain it more، can you explain more، طب ممكن توضح لها اكتر. بعد كده نجوى بتقول لها like Batman، Batman or Spider-Man. فنورة بتقول لها do you agree they are heroes، هل انت بتتفقي معايا او هل انت موافقه ان دول they are heroes؟ فنجوى هتقول ما هي ده راي نجوى، خلي بالك. فطالما قال لك they are great people هنا، طالما هنا قال لك they are great people، يبقى هنا لازم تقول yes yes I agree or yes that's true. فخلي بالك بس نورة هتغير كلامها يعني، او لا تتفق مع كلامها، لان هنا بتقول they are not heroes. طالما هي مش مقتنعة نورة ان هم you are heroes they are heroes، يبقى بالتالي لازم تقول I don't agree. فهنا بتقول I don't agree they are not heroes. فنجوى ترجع تسألها طب هو انت ليه مش موافقة؟ فهي نورة هتقول لها I don't agree because they are not real people، يعني هم لان دول مش ابطال حقيقيين. فبالتالي هنا نجوى لازم طبيعي تسألها why don't you agree، why don't you agree. يبقى سؤالين يا بطل وتلات ايه وتلات اجابات. نيجي بعد كده عندي جزئية test yourself، دايلوج تاني حلو قوي الكلام، يعني اتنين جايين ورا بعض اهو، حاجة جميلة. يعني عندي complete the following dialogue، نكمل على طول. معتز is asking سليم about his hero، يعني معتز بيسأل سليم عن البطل اللي الخاص بيه. فمعتز بيقول له who is your hero سليم. فخلي بالك سليم هيرد رد، بس معتز يرجع يسأله What was your grandfather's job؟ ماذا كانت وظيفة جدك؟ طالما هو قال له ما وظيفة جده، يبقى طبيعي سليم يرد ويقول My hero is my grandfather. يرجع معتز يقول له What was your grandfather's job؟
هيجي يسأله وظيفته ايه، هيرد سليم بشكل معين، راح معتز بيقول له great، وبعدين يسأله سؤال معين، وبعد كده يقول له سليم he worked in a big hospital in Cairo، كان يعمل في مستشفى كبيرة في القاهرة. خلي بالك الجزئية دي تخليك تساعدك في الجزئية دي نمبر 2 ونمبر 3. طالما هو كان بيشتغل في مستشفى كبيرة يبقى طبيعي هنا سليم هيقول he was a doctor. طبعا معتز بيقول له great، كان بيشتغل فين؟ يبقى where did he work؟ السؤال ده يبقى أين؟ أدل وير دبليو اتش كويستشن، وبعد كده الهيلبنج فيرب ديد، وبعد كده الفاعل اللي هو الجراند فاذر، وبعد كده الانفينيتيف. يبقى وير ديد هي ورك. سليم بيقول هي وركد ان ا بيج هوسبيتال ان كايرو. معتز بيسأله ديد هي يوز تو بي ا فولنتير، ديد هي يوز تو بي ا فولنتير اور فولنتير. طبعا هل كان معتاد ان هو يكون متطوع؟ ده اكيد بالتأكيد يعني يس هي ديد. وخلي بالك طالما هنا يس هي ديد، معتز يرجع يسأل سؤال، فسليم بيرد عليه بيقول له يس اي ام سو براود اوف هيم. طالما قال لك يس يبقى هنا في يس اور نو كويستشن. خلي بالك يس اي ام براود اوف هيم، يبقى اكيد معتز بيقول له هل انت فخور به. طبعا هنا الام طبعا الاي هتبقى هنا يو، فبالتالي فيرب تو بي هيبقى ام او زوار، طبعا هيبقى ار. Are you proud of him؟ طبعا هنا سليم بيقول له yes I am so proud of him. نيجي بعد كده الأسئلة التانية، هنا choose the correct answer from A, B, C or D. عندنا هنا number one space work early in the morning to make sure the roads are clean for everyone. يخلي بالك مين اللي بيشتغلوا صبح بدري كده علشان يتأكدوا ان الطرق كلها نظيفة لجميع الناس. طبعا عندنا firefighters لا، عندك nursing managers لا، عندك scientists طبعا لا، عندك street cleaners اللي هو منظفي الشوارع. نيجي بعد كده عندي number 2 space technology has opened our eyes to many useful things. عايز يقول لك اللي هي ايه، عايز يقول لك التكنولوجيا الحديثه هنا dangerous خطيره، عندك ancient قديمه، عندك modern English modern technology التكنولوجيا الحديثة فتحت عيوننا على كثير من الأشياء المفيدة. طبعا هنا عندك old ancient dangerous. طالما دي صفات سلبية تعرف ان هي مش الإجابة الصحيحة. Number 3 the government is interested in space so it builds schools everywhere. طالما الحكومة مهتمية بإيه عشان كده بتبني مدارس كتيرة في كل مكان، يبقى أكيد مهتمية بالتعليم. عندي tourism education fun or monuments. طبعا يبقى هنا interested in education. بعد كده عندنا number 4 charities are space that help poor people by giving them money. يعني الجمعيات الخيرية دي يعتبر مؤسسات او منظمات بتساعد الفقراء، الناس الفقراء، بتديهم ايه، بتديهم فلوس. عندي museums schools factories or organizations. طبعا الإجابة ايه، organizations. بعد كده number 5 there space 3 restaurants in this town but 2 closed down leaving only one. يعني عايز يقول لك ان هو كان معتاد انه كان في ثلاث مطاعم في المدينه دي او في البلده دي، بس دلوقتي اتنين اتقفلوا وتبقت واحده فقط. يبقى هنا there قاعده خدنا قاعده there used to be خدناها في الفيديو السابق. بعد كده number 6 ماريا space in Paris last summer. يعني طالما هنا last summer يبقى ماضي، يبقى تستبعد A اللي هي R، تستبعد B اللي هي is، هيبقى يا اما ماضي يا اما where. طبعا ماريا كانها شي، طبعا لازم تبقى يختار ايه، she was or Maria was. تيجي بعد كده السؤال الثالث complete the sentences with the correct form of the word or words in brackets. Number 1 how many sweets did you space 8. خلي بالك طالما هنا سؤال يا بطل، هنا كانك ادي الكويستشن وورد وبعد كده هاو ماني سويتس، هاو ماني يجي بعدها اسم جمع وعد، وبعد كده ديد سؤال في الماضي، وبعد كده فاعل، طبيعي يكون بعدها الفعل في المصدر، يبقى هاو ماني سويتس ديد يو ايت. بعد كده نمبر 2 اي سبيس سباند ا نايس تايم وذ ماي كازنز لاست ويكند. طالما هنا قال لك برضه لاست ويكند، يبقى الجمله لازم تكون في الماضي، يبقى هنا لازم تقول ايه، اي سباند، حولت الدي الى تي. بعد كده نمبر 3 اور فاميلي سبيس يوز go on picnics every Sunday in the park. طبعا دي قاعدة used to، يبقى هنا our family used to go. خلي بالك كل اللي احنا كنا عاوزينه ان تحط بعد ايه، بعد used or لا هي بتتنطق used to، طبعا used to go on picnics.
بعد كده نمبر 4 I space not used to used wear glasses until I started reading a lot. يعني انا ما كنتش متعود ان انا البس نظاره لغايه لما بدات ايه يعني بدات قرايه ايه كثيرا. طبعا هنا I didn't used to، لازم خلي بالك ادي المنفيه didn't used to، لازم تحط تو هنا. حلو الكلام. طيب بعد كده عندي الأضواء تيست، امتحان اختبار كامل اللي هو الخاص بالوحدة الثالثة. طبعا عارفين يا أبطال اللي هو جزئية الليسنينج، إن بقول لك جزء ليسنينج وبعد كده بيكون السؤال ده عليه 4 درجات. طبعا الجزء الليسنينج ده listen and choose the correct answer from A, B, C or D. هقرا لك جزء الليسنينج وبناء عليه هنحل الايه الأسئلة. خلي بالك ده امتحان، يعتبر امتحان كامل دلوقتي. This is a photo of my sister. She is 50 years old. She works as a nurse in a big hospital in Cairo. She always helps ill people. She used to study hard when she was younger. Type again. This is a photo of my sister. She is 50 years old. She works as a nurse in a big hospital in Cairo. She always helps ill people. She used to study hard when she was younger. نحل على طول يا أبطال. هنا عندي هنا طبعا my sister is a، طبعا هنا nurse، سهلة جدا دي. Number two, she works in a big hospital. أنا بقول ليه بسرعة لأن الحاجات دي سهلة مش مستاهلة. عندي number three, she always helps، طبعا هنا ill people or sick people. بعد كده عندي كلهم A ولا A. عندي نمبر 4 what did she used to do when she was young. كانت بتعود انها تعمل ايه وهي صغيره. ride a bike, play games, watch TV or study hard. طبعا عندنا ايه هنا ايه study hard. السؤال ده يا ابطال عليه 4 درجات. خلي بالك نيجي بعد كده عندنا dialogue تالت، يبقى كده 3 dialogues. خلي بالك نحل على طول بقى، احنا اتشطرنا بقى. complete the following dialogue. هاني asks عمر about the importance of rubbish collectors. يعني هاني بيسأل عمر عن أهمية وضرورة جامعي الايه القمامة. طبعا مهمين جدا، ما هم لولاهم الشوارع، شوف انت كان يبقى شكلها ايه، العمارات اللي احنا ساكنين فيها دي كل دور بيطلع كل قد كده بره شقته. يعني تخيل انت لو ما كانش فيه rubbish collectors كان الوضع هيبقى ازاي. هاني بيقول له what do you think of rubbish collectors، يعني ايه رايك ايه في rubbish collectors. اكيد هيقول له دول they are heroes وكده. عمر بيقول له، هيرد عليه بس هاني بيرد برضه. خلي بالك طالما هنا في علامه تعجب تعرف ان الكلمه دي استخدمت في الاجابه السابقه. طالما قال لك كلمه heroes دي وعلامه تعجب تعرف ان هي اتقالت في الجمله اللي فاتت تحت اي ظرف من الظروف. فهو what do you think of rubbish collectors، هو عمر هيقول له I think they are heroes. فبالتالي هاني بيقول له heroes يا راجل، طب انت قصدك ايه بالكلام ده؟ واللي يعني هنا بيقول له why do you think so، لماذا تعتقد ذلك؟ خلي بالك هنا طالما هنا because وسألت why، because they do something very useful، لان هم بيعملوا حاجه مفيده جدا. بعد كده هاني هيرد عليه what do they do، بيعملوا ايه يعني؟ يا عم بيعملوا حاجات كتير جدا جدا جدا. هنا ممكن نقول عليهم they make sure our streets are clean، هم بيتأكدوا يعني ان شوارعنا كلها نظيفة. بعد كده هاني يسأله سؤال، عمر بيقول له yes they are very important in our society. طالما هنا قال لك yes or no، يبقى هنا اللي هنا عملية الانفيرجن اللي هو عملية القلب، يعني تقلب الفاعل تبدل الفاعل بالفعل. وطبعا انت قلت الحمد لله عشان في yes. وهنا بتقول ايه are they قلبت انا غيرت ب they are they important in our society، هل هم مهمين في المجتمع بتاعنا؟ طبعا هنا yes they are very important in our society. بعد كده هنا هاني بيقول له what should we do to help them، طب احنا ممكن نعمل ايه عشان نساعدهم؟ يا راجل احنا المساعده اي حد عايز يساعد مش هيلاقي اي عذر يعني. we should respect them، طبعا ده ضروري جدا، موضوع الاحترام الاخر ده حاجه مهمه جدا. We should respect them and stop dropping litter or rubbish in the streets. يعني نبطل، انت حط الحاجة في مكانها بس، انت حط الحاجة في مكانها وانت على الأقل هتقلل التعب بتاعهم. مش أي حاجة تبقى ماشي بالعربية كده وترمي تنزل الإزاز وترمي حاجات في الشارع، طبعا الكلام ده لا يليق.
السؤال listening كان عليه 4 درجات، السؤال اللي فات ده كان عليه 2.5، خلي بالك الديالوج، والسؤال اللي جاي ده reading comprehension عليه 4.5 درجات. التلات اسئله دول واحد 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 ب3 درجات، والاختيار المتعدد عليه 1.5، يبقى 3 + 1.5 يبقى 4.5 يا ابطال. نقرا الجزئيه دي ونحل اسئله. read the following then answer the questions، يعني اقرا اللي جاي ده وحل الاسئله. We should all be proud of Dr. مجدي يعقوب. كلنا طبعا لازم نكون فخورين بالدكتور مجدي يعقوب. He was born in 1935 in بلبيس شرقية. اتولد سنة 1935 في بلبيس بمحافظة شرقية. His family used to travel to many places because his father was an important doctor. يعني هم عيلته اتعودت ان هو تنتقل، يعني تسافر الى اماكن كثيرة لان والده برضو كان طبيبا مهما. He also became a doctor like his father. وبرضو اصبح دكتور زي والده. He entered the Cairo University. التحق بجامعة القاهرة. He studied medicine. medicine الطب. درس الطب there. There دي يعني هناك في جامعة القاهرة. عشان هو اكيد هنا هو بيقول لك ان there دي تشير لايه. He studied medicine there. Then he moved to London. بعد كده انتقل للندن. Before he stopped working in 2001. يعني بقى قبل ما يخلص او يتوقف العمل سنة 2001، he worked in a special hospital in London. كان بيعمل في مستشفى خاصة في لندن. And this hospital، في المستشفى دي اللي حصل، he helped to give people new hearts for the first time. خلي بالك ده ايه، ملك القلوب ده مجدي يعقوب، طبعا كلنا عارفينه. يعني هو ساعد الناس، يعطي الناس قلوب جديدة للمرة الأولى. Before 1980 من قبل الثمانينات كده، يعني الثمانينات اللي هي ايه 1981 82 83 84 ولغايه 89، people with heart problems often used to die. يعني كان من المألوف والمعروف ان هم الناس، يعني ده قبل كده، يعني الناس بيموتوا اللي كان عندهم مشاكل في القلب. يعني in 2009، يعني في 2009، he started a charity، بدأ جمعية خيرية called Aswan Heart Center. Aswan Heart Center اللي هو مركز القلب في أسوان. For the children in Aswan، للأطفال اللي هم في أسوان. Very ill children، الناس الأطفال المرضى جدا، did not used to live long lives، كانوا مش متعودين ان يعيشوا حيوات او حيوان اطول. خلي بالك هنا lives مش lives، هنا lives اللي هي جمع life. But many ill children، ill هنا يعني مريض او مرضى، كتير من الاولاد ال children can live healthy lives، can live healthy lives، يستطيعون ان يعيشوا حيوات او حيوان صحية. خلي بالك الجمع بتاعها life، life جمعها life، lives lives مش lives. بعد كده answer the following questions، عندنا هنا الأسئلة. هنا give a suitable title for the passage، يعني انت عشان تعطي عنوان، ما ممكن انت ممكن تقول عنوان وانا عنوان وجد عنوان وتيتا عنوان وبابا عنوان وماما عنوان، ايه اكتب اي عنوان مناسب. انا مثلا ممكن تقول هنا a great surgeon. a great surgeon يعني طبيب جراح او جراح ايه عظيم هائل. ممكن تقول call the doctor، دكتور مجدي يعقوب، ايه المشكلة. بعد كده عندنا number two، what does the underlined word there refer to. كلمة there اللي احنا قلناها هنا اهو، اللي كنا بنقول تشير لجامعة القاهرة، انت ممكن تقول على طول Cairo University، وممكن تقول the underlined word there refers، وتحط S في refer عشان الاس لانك سألت بداز، تقول refers to a Cairo University، وممكن تجاوب على طول. يعني بعد كده number three، why do you think Dr. Magdi started a charity for the children، for the children. ليه بتعتقد ان الدكتور مجدي يعقوب بدأ يعتبر جمعية خيرية for the children؟ هنا ممكن نقول because he wanted، لأنه كان يريد أو أراد to help them، إنه يساعدهم live healthier lives، إنه يساعدهم إنهم to live healthier or healthy lives. الاثنين إيه؟ الاثنين صح. نيجي بعد كده مكملين نفس الأسئلة برضو بتاعت القطعة هنا اللي فاتوا دول عليهم 3 درجات، وبعد كده هنا 4 و5 و6 كل واحدة عليها نصف درجة يا بطل، يبقى هنا 3 درجات هناك ودرجة ونص ودرجة ونص ودرجة ونص هنا، يبقى 4.5 درجات. هنا number four، the birthplace اللي هي محل الميلاد of Dr. مجدي يعقوب is Aswan Cairo London بالبيس. طبعا الإجابة إيه الصحيحة إيه؟ بالبيس. أسئلة سهلة جدا. Number four, five, the underlined word ill can have the same meaning as، كلمة اللي هي مريض
عيان هيلثي؟ لا اكيد. اجلي وقبيح؟ لا. سيك مريض؟ وهي الاجابه صحيحه. الايف يعني حي، خلي بالك عايش. بعد كده نمبر 6، ان سبيس هي ستارتد ا تشاريتي فور التشيلدرن، سنه كام؟ الكلام ده بدا 2000 وايه؟ 2009. خلي بالك انت لما تقعد تقرا الجزئيه دي، ان 2009 هي ستارتد كذا كذا، يعني ما فيش اجابات معضله يعني. بعد كده جزئيه فوكابولري اند ستراكشر، عندي هنا 4، تشوز ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي. خلي بالك ادي جمله وعندنا اربع اختيارات ونشوف. طبعا بيجي لك في الامتحان اخر السنه 10 جمل، بيكون سبعه منهم خاصين بالفوكابولري وثلاثه منهم خاصين بالجرامر. وبعد كده بيجي لك السؤال الخامس، اربع جمل خاصين بالجرامر، يبقى عندنا سبعه خاصين كده بالفوكابولري وسبعه خاصين بالجرامر، اللي هو السؤال الدمج ما بين السؤال الثالث ايه؟ الرابع والخامس سوري. A space helps people who are sick, poor, or don't have a home. مين الحاجة أو الشيء أو المكان اللي بيساعد الناس، المرضى، الفقراء اللي ما عندهمش مأوى هنا؟ طبعا هنا إيه؟ عندي إيه؟ A charity. عندي concert، حفلة موسيقية، عندي ward اللي هو عنبر اللي هو في المستشفى، عندي wedding، حفل زفاف. طبعا الإجابة الصحيحة إيه؟ charity. بعد كده نمبر 2، دكتور مجدي يعقوب became an important heart space. يعني دكتور مجدي يعقوب اصبح يعني عايز اقول لك جراح قلب مهم. طبعا عندنا كلمه ايه؟ سيرجن هنا، not pattern, patient or cleaner. Number 3، the mountain was very high and we all felt space at the top. It was a bad experience. خلي بالك الجبل كان مرتفع جدا، عشان كده and we felt، وكنا نشعر او شعرنا، we felt scared، كنا مرعوبين وخايفين. At the top it was a bad experience، كانت تجربة سيئة. not scary، خلي بالك احنا we felt scared، احنا كنا scared لكن هو المنظر كان scary. بعد كده عندي number 4، my father is the person who space for our needs. يعني بابايا ده هو الشخص الذي ايه؟ اكيد الشخص الذي يدفع لاحتياجاتنا. عندي does makes buys or pays، pay يعني يدفع. Number 5، mother likes space، she usually makes good clothes. يعني والدتي بتحب ايه؟ اكيد بتحب الخياطة، عشان كده usually makes good clothes. عندي هنا making، doing، sewing. sewing يعني خياطة او حياكة. Number 6، the firefighter is a space. الفايرفايتر ده اكيد ايه؟ he saves a lot of people. طالما هي سيفز a lot of people يبقى هي is a hero. والإجابة المطلوبة عندك beggar يعني شحات، شحاز. عندي مانجر يعني مدير، عندي سيرفنت يعني خادم. نمبر 7، eating foods with calcium helps keep our space healthy and strong. يعني تناول الطعام اللي فيها كالسيوم بيساعدنا to keep our bones، العظام صحية وقوية. عندي burns، لا طبعا، toys or dishes. Number 8، he used to live in a village but now he space in the city. هو كان معتاد ان هو يعيش في قرية، ولكن دلوقتي خلي بالك طالما قال لك but now، تستخدم الحاجة الحالية وهي المضارع، عشان دي فعل هنا طبعا جزئية فعل، يبقى لازم اختار فعل مضارع. فعل ايه؟ فعل مضارع. but now he lives in the city، not living، used to live or lived. Number 9، why space your friends are very happy because they passed their exams. عايز اقول لك ليه او زمايلك مبسوطين جدا، يبقى هنا السؤال في الماضي. خلي بالك طالما هنا السؤال في الماضي، ليه في الماضي برضو؟ لان هنا because they passed، they passed يعني نجحوا في الامتحان، يبقى هنا لازم تستخدم الماضي، يبقى مش هتستخدم do or have، يا اما did يا اما where. وانا هنا لازم اختار where. why were your friends very happy، لان عندي WH question وبعد كده verb to be، وهنا الفاعل، وهنا ايه بيكون؟ يا اما صفه، يا اما حرف جر، يا اما فعل مضاف ايه؟ ing. بعد كده نمبر 10، where did you، يعني بعد افعل في المصدر على طول، go on vacation with your parents. يبقى where did، وطبعا قاعد used to، بس هنا خلي بالك في المصدر، يبقى where did you used to go on vacation with your parents. بعد كده عندي نمبر 5، complete the sentences with the correct form of the word or words in brackets. نمبر 1 عندي the weather space be nice yesterday. انا عندي yesterday وعندي verb to be، لازم am is are was were. طبعا am is are دول مضارع، was or were في الماضي. طالما هنا the weather مفرد يبقى تاخد ايه؟ was. بعد كده نمبر 2،
باير سبيس لوز هيز ارم ان هيز لاست اكسيدنت. طالما هيز لاست اكسيدنت يعني عايز يقول لك ان باهر فقد ذراعه في الحادث الاخير. طبعا لوز الماضي بتاعها ايه؟ لوست. بعد كده عندي نمبر 3، the park space used have a big fountain but they changed it to a playground. يعني عايز اقول لك الحديقه كده كان في العاده ان هو بيكون used to have، كان فيها منافوره كبيره، بس دلوقتي هم غيروها الى ملعب ايه؟ الى ملعب بلاي جراوند، يعني ملعب. يبقى دي قاعده يوز تو. خلي بالك القواعد خدناها بالتفصيل في الفيديو اللي فات. Number four, she space not sing a song at the show. She told the jokes instead. يعني عايز يقول لك انه ما غنتش اغنية في الحفلة او في العرض. هي ايه استبدلتها ايه؟ قالت لنا نكت يعني. طبعا هنا لازم منفية، يبقى هنا she didn't sing. نيجي بعد كده ابطال writing. طبعا writing paragraph خدناها كتير، و writing an email هنكتبها دلوقتي. هنا بيقول لك write an email of 90 words to your friend Dina to tell her about your hero. خلي بالك اكتب ايميل من حوالي 90 كلمة لصديقتك دينا هتقول لها about your hero. خلي بالك هنا في الايميل برضو، طبعا في القناة برضو في ايميلز كتير. انا عايزك تروح لقائمة التشغيل اللي هي فيها how to write an email, how to write a paragraph, how to write a biography، والحاجات دي هتلاقي فيها 42 فيديو يعني. هنا عندك your name is ياسمين، اسمك مؤقتا كده ياسمين، and your email is yasmin@gmail.com. وخلي بالك your friend's email address is dina@gmail.com. طبعا احنا مرارا وتكرارا احنا نقول الموضوع ده كتير. هنا بتبقى عندك في حاجه اسمها to، حاجه اسمها from، وحاجه اسمها subject. to بتكتب بعدها عنوان المرسل اليه، المرسل ايه؟ المرسل اليه. يبقى هنا to dina@gmail.com. التاني بقى السطر التاني بيبقى from. فروم يعني من مين؟ عنوان او الايميل بتاع الراسل او المرسل. فروم ياسمين ات جيميل دوت كوم. السبجكت هنا ماي هيرو، لانك انت بتقول انت هتكتب ايميل، هتكتبي ايميل اباوت يور هيرو، فاليور هنا تتحول الى ماي، يبقى ماي هيرو. تنزل انت تحتها هنا شويه هتكتب كل واحده في سطر. خلي بالك دير دينا، دير ايه؟ دير دينا. طالما هنا دير دينا وبعدين كوما، وتسيب الحته دي فاضيه وبعدين تكتب بقى. خلي بالك احنا لغايه دلوقتي احنا ما جبناش حاجه من عندنا اصلا يعني. ممكن تسيب اندنشن هنا عندي هنا حته فاضيه كده اهو، وممكن تبدا الجمله اللي جايه دي برده في اي ايميل. هنا ممكن تقول هاو ار يو اند يور فاميلي، كيف حالك وكيف حال العائله. دي تثبتها في اي ايميل برده الحته دي. ام رايتنج اور سندنج، يعني ممكن انا بكتب او ببعت. سندنج يو ذس ايميل تو تيل يو اباوت ماي هيرو، علشان اقول لك ايه عن البطل الخاص بي. تبدا انت تكتب بقى ماي هيرو از ماي فادر، يعني البطل الخاص بي ده يعتبر والدي. تبدا انت تكتب عن كل ما يخص والدك بقى، ما انت خلاص انت الشخص اللي انت بتختاره بتكتب عنه. هنا ماي هيرو از ماي فادر، هي از كايند سترونج اند اولويز هيلبس مي وين اي نيد هيم، يعني هو قوي ودايما يساعدني عندما احتاجه. هي وركس هارد افري داي تو تيك كير اوف اور فاميلي، يعني هو بيعمل بجد كل يوم عشان يهتم بعائلتي. When I feel sad، لما عندما أشعر بالحزن or worried أو قلق، he talks to me and makes me feel better، يعني يتحدث ليا ويجعلني إيه أشعر بشعور أفضل يعني. He teaches me important lessons like being honest and working hard، يعني بيعلمني دروس كتير زي إن أنا أكون أمين وبشتغل بجد. My father always believes in me and encourages me to do my best. يعني ان والدي دايما بيؤمن بي ويشجعني ان الاداء اللي الافضل. I look up to him and hope to be like him. انا امل ان انا اكون زيه برضه. When I grow up، لما اكبر. He is my role model. Role model يعني ايه؟ النموذج الذي يحتذى به. And my biggest supporter. My biggest supporter اللي هو داعمي ايه؟ داعمي الكبير. خلي بالك هنا بعد كده بتبقى yours، خلي بالك yours بعدها كوما، وبعدين تكتب اسمك او تكتب اسمك. خلي بالك هنا الاسم اللي هي من عند ايه؟ عند from، اللي هو الاسم ايميل الايه؟ ايميل الراسل. خلي بالك كده يعتبر احنا ما كملناش 50 دقيقه. ما تنسوش دعمكم للقناه بلايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله المره الجايه هيكون unit 4 lessons 1 and 2. Thank you.